السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا أحلى مامز؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة وسلامة وسعادة. النهاردة إن شاء الله هناخد يونت 5، وبخصوص طبعا زي ما احنا متعودين عن الكونكت، منهج كونكت 1 سنة أولى ابتدائي. يلا بينا كده نعرف يونت 5 بتتكلم عن ايه. بتتكلم طبعا it's my birthday، والنهاردة هناخد في العيد الميلادي ايه اللي بيحصل فيه في عيد ميلادنا. تعالوا نشوف كده، يلا بينا. أول حاجة عندي فوكاب birthday، نكبرها شوية. birthday how old دي معناها يعني كم العمر أو كم عمرك أو عندك كم سنة، ودي بنسألها عن السن، يعني بنستخدمها في السؤال عن السن how old. طبعا عندي النمبرز الموجودة 6 7 8 9 10. طيب عندي هنا بقى، في هنا عندي listen and speaking، انت اسمع وفي نفس الوقت لازم تجاوب. فهنا طبعا بنستخدم هنا to ask and answer about people's ages، يعني انت المفروض بتستخدمها او امتى لما تيجي تستخدم، او معنى صح تيجي تسأل عن اعمار الاشخاص بنقول ايه. طبعا بنيجي نسأل على عمر أي شخص أو أي حد، فبنقول how old are you، زي البنوتة كده ما بتقول how old are you. طبعا على قدر الإمكان نمرن ابننا إن هو إزاي ينطق بسرعة، ما نقولش how old are you، لا عودي اللي هو ينطق بسرعة جدا جدا زي ما بيعملوا الناتف بيبول أو الأجانب ما نصح هناك. how old are you. I'm eight. أو I am eight. بس طبعا شو احنا بنطقها بسرعة. I am على طول. I am eight. How old are you? I am seven. طب يلا بينا. طبعا عندك هنا sing and do، يعني غني وفي نفس الوقت افعل او اعمل. طبعا هنا هادي هيسمعوها عن طريق الـ AQR الموجود في كتاب فوق، وطبعا بتدخلي على الموقع وبتسمعي الاغنية انت والطفل. نمبر 3 count and color، يعني عد ولون. طبعا هنا مطالب من الطفل هو يعد طبعا numbers، او مثلا هنا الابلز تفاح تمام كده، ويلونها بالالوان اللي هو بيحبها. عندي هنا الاكتيفيتيز، هنا point to the object، يعني انت شاور على الشيء ده. عندي هنا 7، فطبعا المفروض نشاور على الاشياء اللي فيها number 7 نعمل عليها صح. اعتقد هي دي stars. عندي برضو number 2 5، فلازم نشاور على حاجة اللي فيها 5. طبعا balloons. number 9 لازم طبعا نشوف الاشياء اللي عددها 9، طبعا اكيد باجز. طيب يلا بينا. عندي هنا ماتش نعمل بالوصل، بس انا ايه احاول اجيبها كده شويه عشان تكون ماشيه مع اللي احنا علمناه. ماتش بالوصل 10، فطبعا هنعمل ايه؟ هنوصل بالكتب بوكس. 6 هنوصل بالكاندلز. 9 وصل بنس. هنا برضو complete the missing numbers. number 3 اللي تكمل الأرقام الناقصة. عندي 1 2 3، طبعا هتكون 4 5. اكتب number 5 6، معلش أنا بكتب بطريقة سريعة. 7 8 9 10. طب هنا برضو سؤال number 4 count and write the number، يعني عد واكتب الارقام. طبعا المفروض هنا الطفل بيعد الشمع او الكانز الموجود هنا على الكيكس او التورته معنا صح كده، فبالتالي طبعا وبيكتب، وفي نفس الوقت لازم تخليه تعوديه اللي هو يقرا. يعني مثلا هنا كام؟ 1 2 3 4 5 6 7، تقريبا 7. فطبعا هنا هيقول ايه؟ I am 7 years old. انا عندي 7 سنين. هنا برضو هي از not 2 years old. He is 2. number 2 هنا 7. he is 2 years old. هو عنده كام؟ سنتين.
هنا برضو طبعا الطفل هنا بيمشي على تريس لاين، بيمشي على الخط ده عشان يكتب الأرقام بطريقة صحيحة ونحسن من خطه. هنا lesson 2، وهنا طبعا بيتكلم على الفونكس. الفونكس هنا بخصوص طبعا حرفين مهمين جدا لازم نعرفهم، هم حرف السي وحرف الاو. letter سي letter او. طب تعالوا بينا نتعرف كده على الحروف. هنا طبعا ده حرف السي، the letter about C. الحرف السي، سي makes sound، السي بيدي صوت ايه بقى؟ ك ك ك. طبعا وانا بعرف ابني اي حرف احنا بناخده لازم يعرف الشكلين، الشكل الكابيتال والشكل السمول بتاعه، ولازم يعرف الساوند بتاعه كمان، يعني يعرف اسمه وكمان الساوند. طب انا ده الكابيتال وده السمول، طب اسمه ايه؟ اسمه سي. سي ميكس الساوند ك ك ك، سي ميكس الساوند ك ك ك، مقارب جدا 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 نفس صوت حرف الكاي. طب تعال نشوف كده الكلمات اللي صوتها ك ك ك ك، كيك ك ك كيك، ك ك كارد ك ك كارد، ك ك كاندل ك ك كاندل ك ك كاندل. طب هنا بقى، هنا حرف الاو، او ميكس الساوند او 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 او، وبالاضافه لذلك ان حرف الاو ما بضمش فيه بقي قوي واقول او جامد في النطق، يعني مثلا زي كلمه، الكلمة دي طبعا الشائع جدا جدا ان بعض الامهات او المدرسين بينطقوها دوج. That's wrong، هي ما بتنطقش دوج، ما بضمش فيها بقي قوي وانا بنطقها بقول دوج دوج، تمام كده. وزي الكلمة دي بيقولوا عليها هوت، طبعا برضو غلط، بنقول عليها هوت هوت هوت، معنى صح الضم الشورت او بيكون بسيطه جدا مش واضحه وصريحه زي اللونج او. يعني مثلا لونج او لما مثلا في كلمه فيها دبل او زي كلمه كول كول، طبعا هنا ايه ضميت فيها بقي قوي وانا منطقه كول، فدي او صريحه جدا واضحه الضمه فيها واضحه وصريحه. طب يلا بينا ناخد بقى حرف الاو. او ميكس ساوند او او او، اوليفز olives olives oil 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 orange orange orange. طبعا الشائع الخطأ الشائع جدا جدا في الكلمة دي بنقول عليها orange orange، لا غلط orange orange orange، تمام. يلا بينا هنا طبعا الطفل هيمشي على تريس لاين وهيكتب الكلمات، وطبعا زي ما احنا قلنا كده لو كتبها فهو هيكتبها عشان يتعرف عليها كتابة مش اكتر، غير كده ان هو بينطقها وهو بيكتب او يقراها عشان نسهل عليه معرفتها. سي ميكس ساوند ك ك ك، كيك كارد كاندل، او ميكس ساوند او او او، اورنج اويل اوليفز. طبعا هنا كمان بيمشي على تريس لاين على الخطوط، وعندك هنا في السؤال الأول في الأكتيفيتيز هنا circle and write، حط دايرة واكتب. طب هنا يعتبر ايه؟ oil، فهنكتب حرف ايه؟ هنعمل circle على حرف الأو ونكتب O. طب دي what is this؟ candle، هنعمل circle على حرف C، sorry، وهنكتب سي. اوكي هنا تاني سؤال طالب منك ماتش اورنج، طبعا هنوصلها بايه؟ اورنج. كيك هنوصلها كيك، كارد هنوصلها بالكارد. point to the object number 3، شاور او حدد الشيء ده. طبعا عندي اورنج، طبعا هنا كلمه اورنج فهنعملها ايه في الصوره الصحيحه بتاعتها؟ كارد oil، تمام. طيب يلا بينا هنا طبعا عندك ان الطفل بيتعرف عن الكالر، وده خاص بالارت بالفن كده، فهنا طبعا لازم يتعرف على الكالرز. فهنا طبعا مطالب منه listen and repeat، اسمع وفي نفس الوقت ردد، وده حلو جدا جدا في الكتاب بيحسن عنده النطق.
طبعا what color is it؟ احنا بنقول what color is it؟ ايه اللون ده؟ طبعا ايه او what is color؟ تمام كده. ها black black blue blue green green red red orange orange yellow yellow yellow. اوكي هنا برضو طالب منك هنا color يعني لون، وطبعا هنا عاملين number one هيلونه باليلو، number two هيلونه بالred، والnumber three هيلونه بالorange. تمام. طيب ويلون بقى البنوتة بأي ألوان هو حاببها، أو بنوتك تلون، وده طبعا بيبقى البنات أكتر بتحب التلوين في المهمة دي. طب يلا بينا، هنا عندي الأكتيفيتيز برضو، يلا نشوف كده مع بعض. طبعا بلو نمبر 1، طبعا هنا هنشاور نحدد اهي بلو جرين ريد. تمام. نمبر 2 عندي هنا ماتش، هنوصل بلاك يلو جرين. نمبر 3 هنا سيركل اند رايت، يعني اعمل دايرة وفي نفس الوقت اكتب. طب زي هنا بلو يبتدي بحرف ايه بقى؟ ب ب ب بلو، حرف البي هنا. طب هنا جرين، ج ج جرين، حرف الجي اللي بيدي ج اهو، وننزله هنا. تمام. طب هنا مطالب من الطفل هنا يلون، هنا كالر، هنا طبعا المفروض يلون بقى الكار، كار كده بيلونها بايه؟ بلو باللون الازرق، ويلون طبعا البول او الكوره باللون الاورنج. عندي تاني خامس حاجه، خامس سؤال ماتش بيوصل بقى الطفل، طبعا هنا دي سهله جدا، هو هنا بيعد وبيوصل بالارقام المناسبه. هنا برضو مطالب من الطفل هنا لون كالر، اللي هو ينون لحد الرقم المطلوب، يعني هنا ينول مثلا 7 دوائر 5 دوائر وهكذا. طيب نمبر 7 كومبليت مثلا نمبر، كمل الحرف الرقم الناقص، سوري الرقم الناقص، ودي سهله جدا جدا الطفل ممكن يعملها، يعني 4 5 6 7 وبعد كده هنا 8 وهكذا. طيب هنا بلاي تايم، مطالب بقى هنا الطفل تريس اند كلر، اللي هو يمشي على ال tracing line النقط دي لحد ما يوصل مثلا للحيوانات الموجودة ويلونها. طبعا هنا بقى كده خلصنا اليونت بتاعتنا، فبنعمل ريفيو عام عن اليونت اللي احنا خدناه يونت 5، وطبعا بنقرا الكلمات وبنشوف اللي احنا اخدناه عنها، وفي الاخر في تيست ان هنا الطفل بيحله عن اليونت 5، ودي مهمة جدا جدا جدا. انتظرونا ان شاء الله في يونت 6 with my family، مع عائلتي ان شاء الله. يا رب يكون الشرح افدتكم باذن الله، كان شرح بسيط جدا وسريع عن يونت 5، وان شاء الله لو في اي استفسار ابعتوا لي في الكومنتس، يا اما على القناه او يا اما على الجروب تاسيس من اول جديد. اشوفكم على خير، مع السلامه.